بعد توقف دام 12 عاما، شهد مجسر الجمهورية أكبر مجسرات الديوانية عودة لحركة العمل فيه. هذا الاستئناف ولد تفاؤلا لدى سكان المحافظة بعودة العمل في توقف المشاريع المتلكئة بعموم الأقضية والنواحي. تفاصيل أوفى يطلعنا عليها سيف علي. بعد انتظار دام أكثر من 12 عاماً يعود العمل من جديد في مجسر الجمهورية وسط مدينة الديوانية. هذا المجسر يعد الأكبر في المحافظة، حيث يتكون من 3 مقاطع ويربط مناطق عديدة بأخرى، كما يسهم بفك الاختناقات المرورية بحسب مختصين. مشروع تقاطع الجمهورية المجسر من المشاريع الوزارية في محافظة الديوانية. المشروع بداية صاحب تلكؤ وتأخير لأمور عديدة، منها إدارية وتصميمية وأوامر غيار، إلا أنه الحمد لله أنه أعاد نشاطه من الشهر الواحد 2024 ولغاية الآن بدون توقف. المجسر على 3 مستويات، المستوى الأول هو المستوى الأرضي، المستوى الثاني اللي هو يبلغ طوله 760 متر، والمستوى الثالث اللي يبلغ طوله 720 متر. يسهم بشكل فاعل بفك الاختناقات المرورية بالمدينة وأيضا أضفة جمالية. سابقا كان أصحاب المركبات الذين يسلكون هذا الطريق يعانون بشدة من نكبته وسوء الخدمات المقدمة التي تحيط بالشوارع المحاذية لهذا المجسر، لكنهم أشادوا الآن بعودة الروح إلى المشاريع المهمة التي من شأنها انتشال واقع المحافظة الخدمية. الشارع هذا فادنا بالنظافة، ازدحامات ماكو، قبل كنا شبعانين ضيم، النقار وضيم، العبر واقف، السيارة واقفة، العاطة كلها بيشارك. هسا نعمة من الله. هسا ذا كمل لا، خير من الله هسا. يعني تشوف براحتك، عبريك تشيلها براحتك. يأمل مواطنون ويطالبون بانتهاء حقبة تلكؤ المشاريع التي أصابت المحافظة على مدار سنوات. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.